كيف حالكم أصدقائي؟ أهلا وسهلا فيكم بقناتكم عالم العملات الرقمية. أصدقائي، قبل ما ندخل بهذا الفيديو وقبل ما نحكي عن وضع السوق، هلا خلونا أورجيكم على قناتكم على وضع المسابقة اللي عاملينها. إذا حابب تنضم إلى المسابقة راسلني على الرابط بأسفل الفيديو. شباب، وهلا راح اورجيكم بعض الصفقات اللي كانت رابحة على قناتنا على التليجرام ورأي بعض الاصدقاء اللي بقناتنا. شباب، دخلنا بصفقة بعملة الراي، دخلناها في مناطق 11 دولار و 90 سنت وطلعنا منها على 13 تقريبا، ودخلنا بصفقة بعملة IOS دخلناها بدولار وعشرين سنت، كان اول هدف دولار وسبعين. شباب، هاي مصداقية صفقاتنا. فريقنا مختص بتحليل العملة ودراسته ووضع الصفقات عليها على قناتنا التليجرام المدفوعة، والف مبروك للشباب اللي ربحوا فيها واللي كانوا داخلين فيها. يا شباب، بالنسبة لصفقة الدوت اللي سألتوني عليها، شباب انا قلت لكم الدخول من 23 ل 25 سنت، وقلت لكم شباب الهدف الاول على 28 و30، وضربت الهدف الحمد لله 32. شباب اللي فاتته هاي الصفقة ينتظر موجة التصحيح، لا تدخل ابدا من القمة، انتظر الشمعة الحمراء اللي بعد القمة مباشرة. ابدا يا شباب ما بتمنى الخسارة لحدا، وبتمنى الافادة لكم جميعا. ودخلنا صفقة امبارحة بعملة BNB، دخلناها بالاربعمية واثنين وسبعين وطلعنا على 78، كانت صفقة ممتازة. شباب، اذا انت كنت مبتدئ وراس مالك ضعيف، مالك الا قناتنا لتحللك كل مشاكلك. وهلا شباب بعتذر منكم عن الإطالة، حبيت تشاركونا على قناتنا. امبارحة كانت شمعة الاقفال للبيتكوين الشهرية، ما فيه ايجابية ابدا، هذا لا يعني انه الشهر الجاي هبوط. الحيتان اللي اشتروا بمناطق منخفضة عم يبيعوا ويخرجوا ارباحهم. طبعا الكمية اللي انباعت من منطقة 50,000 للبيتكوين، هاد سبب ضغط على البيتكوين وسبب انخفاض. يوجد تضخم سيولة بالسوق في البيتكوين والعملات الرقمية، لكن رغم هيك لسه في إيجابية نوعا ما. أصدقائي، رسمنا خط تريند هاد، إذا حافظنا على مناطق الدعم بالأخص 47 و300 وما كسرناها، رح تكون أمورنا إيجابية إن شاء الله. أسوأ الاحتمالات يا شباب، هي أسوأ الاحتمالات، يمكن نوصل لمناطق 45، في مناطق دعم قوية قبل ما نوصل لهي المنطقة مثل 46,000، ممكن من اي منطقة دعم يرتد ويرتفع السعر لل 50,000، لكن اقوى منطقة دعم هي 45,000. مو نصيحة ابدا يا شباب انك تبيع عملاتك وتاخد ارخص، حتى تكتمل الايجابية بالسوق لازم يتم الاقفال فوق 48 و500. شباب بعتذر منكم اذا صدر اي تحليل غلط، ابدا ما بتمنى الخسارة لحدا يا شباب، هذا تحليل وتوقع وحسب الشرط قدامنا، بالاخر نحن بشر ممكن نصيب ممكن نخطئ، ممكن يطلع خبر ويغير مجرى الشرط كله، لاني سوق الكريبتو بيأثر عليه الاخبار بشكل كبير. بعتذر منكم على تقصيري على اليوتيوب، لكن عمال بحاول اغطي الوضع اول باول على قناتي على التليجرام
إذا حابين تتجنبوا الخسارة تنضموا لنا على قناتنا على التليجرام. وهيك بكون أصدقائي وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أصدقائي رابط القناة بأسفل الفيديو. وإذا حابب تنضم لنا للمسابقة اتواصل معي على الرابط بأسفل الفيديو. أصدقائي لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لايك ليصلك كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر.